جيتكس أفريكا يشكل منصة مميزة لمناقشة الإمكانات والمهارات الرئيسية التي من شأنها أن تجعل من القارة الإفريقية قارة مستهلكة ومنتجة للرقمنة في آن واحد. فالقارة الإفريقية هي أرض الفرص، حيث أن تمويل الشركات الناشئة في القارة يتزايد بشكل أسرع مقارنة مع باقي بلدان العالم، وحفاظاً على هذه الجاذبية في مشهد دائم التغيير والتحول، لا بد من تشجيع الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة من أجل انبثاق مقاولات صاعدة أحادية القرن، يونيكورن ستارت أبس، ومقاولة ناشئة ومقاولة صغرى متوسطة مبتكرة. كما يتوجب دعم تسريع الابتكارات التكنولوجية في القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو الأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية. ومما لا شك فيه فإن تحقيق هذا التحول الرقمي يتطلب توفير مناخ أعمال ملائم وحكامة جاذبة للاستثمارات من جهة، كما يستوجب الاستثمار بشكل فعال في بنيات تحتية رقمية موثوقة وشاملة من جهة أخرى. كما تعلمون فلا يمكن تحقيق تحول رقمي أو ثورة رقمية دون التركيز على محورها الرئيسي المتعلق بالمواهب والمهارات. ففي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المهارات الرقمية متجاوزاً بذلك الموارد المتاحة، وفي سياق نتحدث فيه حتى عن حرب من أجل المواهب، لا بد من تأكيد أن القارة الإفريقية تزخر بالمؤهلات البشرية ذات الإمكانات العالية، فأكثر من 60% من الساكنة لا يتجاوز عمرها 25 سنة، وهي ثروة ستساهم لا محالة في بناء المسار الرقمي للقارة. إن نحن نجحنا في تدريبهم وتكوينهم ودعمهم وتشجيعهم لهذه الغاية. وأخيراً، فإن الغاية من الرقمنة تتمثل كذلك في تجويد علاقة المواطن مع الإدارة، فلا مجال لحكامة حديثة بدون رقمنة، وهو ما يستلزم تيسير ولوجية الخدمات العمومية للمواطنين وخلق إدارة شفافة محورها الإنسان والمواطن. حضرات السيدة والسادة، إن المملكة المغربية منخرطة في الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة، كما أنها عازمة على تعزيز مكانتها كقطب للرقمنة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم، وذلك تماشياً مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي هذا السياق فإننا نطمح إلى توفير خدمات عمومية رقمية للمواطنين وللشركات والمقاولات، كما أننا نسعى إلى خلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وخلق أرضية لاحتضان المواهب الرقمية وإنتاجها. ونحن نشرع في تنفيذ خارطة الطريق، فإن تنظيم هذه الدورة الأولى من جيتكس أفريكا بالمغرب يعد محفزاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا المنشودة. ومما لا شك فيه فإن جيتكس أفريكا سيسهم في رسم معالم قارة إفريقية متكاملة ومتصلة ودينامية ومتطورة.